محمد امين يعتبر اول مره اشتغل معاه بشكل كبير، يعني لان انا مره واحده بس اللي اشتغلت معاه فيلم 200 جنيه كنت ضيف شرف. مخرج كبير وانسان عظيم كمان في اللوكيشن الحقيقه، يعني راجل فاهم قوي، فاهم كمان التعامل معانا يبقى عامل ازاي او التعامل مع الممثلين اللي في الكاست. قدر الله في عونه لانه كل مشاهد الفيلم تقريبا فيهم لان عشان اسره في بيتي، يعني في ساعات 8 9 فنانين موجودين، الزوايا ازاي، المشاهد عامله ازاي، الكاميرات منين، والكلام ده مش بتبقى صعب قوي، بس هو بيصر عليها عشان بس يدي الاحساس بتاع الجو الاسره ده. الحمد لله برضو من الافلام اللي تعبنا فيها شوجر دادي، الفنانه الكبيره لالا علوي، الاستاذ حمد المرغني، الاستاذ مصطفى غريب، مش عايز انسى حد كتير يعني، ومحمود كريم وليث سيد الحقيقه وكل ده كوم يعني. وبصراحه شركه الانتاج لنا يعني ما بخلتش في حاجه، فالحمد لله احنا كنا متوقعين نجاح بس كناش متوقعين النجاح الصاحي ده. بس احنا من ربنا سبحانه وتعالى ان كل فيلم بنعمله او كل دور بعمله الناس تخرج بحاجه، الناس تبقى مبسوطه. المساله بتاعت الفلوس مش هقول لا تعنيني، مفيش حد في الدنيا لا تعني، بس يعنيني ان المنتج يكسب جدا، لان ابقى يعني عتبتي خضراء بالنسبه له زي ما بيتقال يعني. يعنيني انه لو الحسبه حسبه ايرادات يعني زي ما الدنيا ماشيه يعني، فاتمنى ان افلامي تجيب ايرادات كويسه، زي ما بيبقى في المسلسل نجاح وفي ريت عالي وفي نسبه مشاهده والكلام ده، اتمنى الافلام كده. بس لو ما حصلش والناس اتفرجت على الفيلم والسينما فاضي عليها يعني يقولوا والله فيلم حلو، وده كتير جدا ما حصل يعني. ساعات بقى في مشاكل انتاجيه، اخطاء انتاجيه، اخطاء اي حاجه في الدنيا، ميعاد نزول، في غلط في الدعايه، في بخل في الدعايه، ممكن كتير حاجه. هو ده بقى اللي ما حصلش في السينما يمكن لغايه دلوقتي، ما حصلش بشكل كبير يعني او بشكل واضح ان انا اعمل السيريس ده او اعمل التراجيدي في السينما. ده اللي بتمنى قريبا باذن الله.